ابتديت نعم بصور لسه بتصوري ولا شو؟ صباح الخير عليكم. دائما راح يموت بحكم بروح تداري اللبس عليكم. هاتي دابا عاد احضر بعد الكلاب حاشاكم. هاتي منتصر والله خاصك تكون غادي وانت مركز. ولدي مسكين هاز حجره في يده والله الا غادي هاز حجرته في يده. فين الحجره ولدي؟ ها ايوا خلي رد بالك ولدي رد الله ياخذ حقنا. منوتة واش دفقتك ولدي واش د هد انت راه فيها النعاس ما حنا خارجين بكري تي سبعة الصباح اش اللي بغى يقضي شي غرض ولا هذا يقضيه. هاجة بنت هادي اختكم المقاجية معاكم. هادي دا ولدي هذا أول مرة كنصور به نقاط الشمس. ولدي دا راكي تعاود مع اختها. ولدي مالك على الكل تحكي لها على الكل؟ ايوا خلاص ممكن نمشي مخلفان؟ مخلفان؟ يلا نمشي. انا واحد الدار عندهم الحواله كيمشيو مساكنين يتفرجوا فيهم كيتفرجوا في الحواله. يكونوا كاينين دابا تعال نشوف. اه كاينين داروا لهم قرياج. لا لا سدوا عليهم شايف ما في مش طياره. عجب بنتي ما في ما في والله كانوا في هادو كانوا هنا ساعة ستو اليوم. ستو اليوم يا ولدي ستو ستو تكون مجازة. يلا ولدي السلام عليكم. والله ما عرفت التليفون ضو فيه كي داير ما عرفش. هاد الايفون ما انارته خايبة. انا جبتهم من المكتبة دابا غادي نشوف شنو ياخذ عاوتاني شي كتب ولا شي هذا. ايوا نرجع للدار ياك وليداتي. ها وليداتي دي عجبتك؟ ايوا احنا مازالين ماشي وليداتي. ها وليداتي قولوا لنا نحن الثلاثة. ها وليداتي عندكم 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 الحفرة. نحن الثلاثة كنا غنطيحو في نحن الثلاثة في القادم. قال نحن الثلاثة غادي نحن الثلاثة الله يا لم تضحك غادي تنغنيو لكم نحن الثلاثة. واحد القادوس مفرق بالنا قال غادي كنا غن كنا غنغرقو نحن الثلاثة والله يا اختي لم تضحك. تسمع في هاد التليفون هذا زعما زعما الحمد لله على تليفوناتنا العاديين ما هاد الايفون ما تماش التصوير ديالو. ما نشوف هذا عندك يبيعو داك الفطير مشلكت تقيون ما يكون دايرين فهاد الصباح نمشي نمشي اليوم عندهم شنو على عسيلة منتظر هذا الفطير مشلكت. وها نحن في طريق المعبد شرينا هي ديالي حاجة شرينا بنت الخيز. ايوا شرينا هنايا الميكات. ايوا صار ايوا دابا حنا وصلنا اختكم مجاجية. لحظة لحظة ودابا غادي ندخلوا للدار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الراحمون، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ جزاكم الله خير على كل الدعوات وعلى التعاطف في ميزان حسناتكم. بلديك المسيميمات موتوا بسمكم، أنا عاوتاني لبست لك سيوة والدريرة يالله وديك النية ديالكم تلقاو الله سبحانه وتعالى بداك القلب الحقود عندكم. الله يستر، تبغيو تشوفوا بنادم غير محطم وغير مبهدل، الله يلقي عليكم. شنو سميتو، شنو كنت غنقول؟ تيقتلوني اللي تيقولوا على المشاهدات والتعاطف. هنا مشاهدات، واش هاد الناس ماشي تخلي تشوفي القناة واش فيها شي اعلانات ولا فيها شي، ولا شوفي انا براسي واش كنحط فيها، ولا شوفي شوفي راه تيبان واش فيها شي ادسنس ولا هذا، وشنو فيها كاع. ودابا هادوك اللي فيهم السعاية وفيهم الشكيان وما عندهم حتى مشاكل ما تقولوها لهم، راه كاينين الناس ما عندهمش مشاكل، هي عارفين ان المشاكل كترفع المشاهدة، تيشوفوا قناتهم طاحت تيديروا اختلقوا مشاكل. اما احنا الله ينجينا، احنا نتفائل بالخير نجده كما وصانا الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام. هما دابا يسحبهم تيتريقلوا على الناس تيخترقوا تيختار هكا كيخترقوا مشاكل وكيشكيوا على الناس، وراه تجيهم وحق الله كتوقع لهم حاجه كفاس من ديك المشكله اللي اخترعوها. ما نختي الله ينجينا الحبيبه ديالي حتى نختار شي مشكل ولا حنا بالعكس نتمنوا الخير والسعاده وما كرهناش، والله الله ما كرهنا نكونوا عصافير الطاقه الايجابيه. ورا بزاف اللي عندهم قنوات بحال دابا شوفي اسماء بيوتي كتعجبني انا، هذيك السيده شابوليا من هنا انسانه ما شاء الله الناس متابعينها على المصداقيه ديالها، ما تتصنع لا في عناوين ما تتصنع في محتوى، كيف الناس بغاوها بغاوها حيت حقيقيه، الناس بغاو اسماء بيوتي حيت حقيقيه ما فيهاش الكذوب ما فيهاش النفاق. شوفي مسكينه شحال الحساد عندها هي براسها، شحال تيخرجوا كتتعامل معاهم كيخرجوا لها من الجنب، مسكينه عقدات التقر حيت هاد الزمان راه صغار باش تلقاي واحد صديق صادق صديق صدوق صادق الوعد منصف، قليل فاش تلقاي واحد الصديقه اللي القلب على القلب وفعلا تبغي لك الخير، زعما اللي لقات شي صديقه اللي انسانه طيبه وفهمتي وقلب ديالها مزيان وهذا غير شد فيها، لان هذا الزمن راه صعيب حيت الضحكه كاينه والكلام مزيان كاين، ولكن الداخل انا غير انا شتي غير كوني معايا قاصحه واعطيني في الوجه ولا تنافقينيش من الداخل ديالك. انا ما يعجبنيش بحال هكا، انا يعجبني نعطي البنادم في الوجه ولا نمشي في ظهره هذا، ولا نبقى تنضحك معاه ونتعاود معاه وانا مزيانه وانا الداخل ديالي فيا غل وفيا حقد وفيا دحاشة ولله. الله يطهر قلوبنا من الحقد، ولكن حقنا ما نخليوش، حقنا ناخذه في الدنيا وفي الاخره. الله انا ما تنساش، ما تنساش الخير وما تنساش الشر كذلك، راه قسما بالله الى دعاء المظلوم يخترق السماوات. فهما تيتفقسوا تيطردقوا تندعي عليكم ونبقى ندعي عليكم نقي ندعي عليكم موتوا بالفقس طردقوا، نتوما ديروا اللي بغيتوا فينا وحنا ما ندعيش. والله تندعي انا قلت لك كنت حرا ليله القدر باش ندعي عليك، قالت لي وحده مسكينه زعما انا كندعي مع راسي اكيد، ولكن ربي سبحانه وتعالى قالنا دعيوا على الظالمين، دعيوا على الظالمين الحكار المخادعين، دعيوا كل من اساء ليكم دعيوا عليه، دعيه ماشي دعيه قولي يا ربي تاخذ لي حقي، يا ربي هذاك السيد كيف استضعفني واستقوى عليا، يا ربي انتقم منه، يا ربي وريني فيه في الدنيا، يا ربي راه تقدر عليا بالقدره ديالك وريني قدرتك فيه. راه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تقول واحد الدعاء ديال اللهم ان فلان اراني قوته علي، ارني يا الله قوتك عليه، يعني هذا راه هذا ماشي دعاء كتقول يا دير له فعل له وترك، لا تقول يا ربي وريني القوه ديالك على داك الظالم، على ديك المخادعه، على ديك المنافقه، على ديك المسمومه، على ديك المكروهه، فهمتي؟ على هذوك اللي تيحتقروا الناس. انا راني هافين وهافين، انا اختي كون بغيت احسن دوله في العالم نمشي لها، انا جالسه هنا على وليداتي
احسن دوله نمشي لها بولادي، مصا بغا يعطوني الموافقه. انا قاس اختي هنا على وليداتي، وندخل بلادي ونضرب الكرفي ونعري على دراعي على وليداتي. صحابتي راه دابا راني قبلت ما نتزوج ويا وفين وفين وفين. احسن دول العالم انا اختاريت هاد السيد غير حيت الاخلاق والدين وزعما راكم عارفين السعوديه حدا مكه والمدينه المنوره وهذا. ما انا هاد الدول كلها هذا راه كانت افيليبل عندي، كان كل شيء الحمد لله متاح، ولكن انا ناد لي راه ما راناش كاع العقل، فهمتي يعني؟ ما الحمد لله انا اثرت كل متاع الدنيا على وليداتي، انا وليداتي نتمتع ولا بلاش، والعائله ديالي كذلك. الله يعطينا من متع الجنه التي فيها ما لا عين رات ولا خطر على قلب بشر، غير تمتعوا نتوما وهذا. الله يعطينا نتمتعوا في الدنيا، ولكن ماشي بالظلم عباد الله وناخذ عباد الله ونحقر عباد الله، لا لانه اليوم دنيا وغدا الاخره، وهذا الشيء اللي كاين. غير توضيح لهذيك اللي تيقول لك المشاهدات، من المشاهدات راه ما عندي انا ادسنس، ما عندي ربح، الله يستر شحال ديال هذا بنادم شحال فيه ديال، وراه رزق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من يوزع الارزاق، غير هو فعلا بعض الناس شوشوا مع ديال هذا اليوتيوب، ولو فاتحينوا مجال كيف قلت لكم للسعايا والشكاوي هذا. انا فاتحه القضيه انسانيه اصلا، يعني اصلا قناتي هي قضيه انسانيه، يعني ماشي راه باين من الديبار شنو كان فيها وشنو باقي فيها. يعني نهار يحن عليا الله واموري تحل نبارطاجي مع خوتي الايجابيات، نتمنوا من الله تكون حياتنا كلها ايجابيات لي ولكم احبائي الرحيمون، وجزاكم الله خير. وحده قالت لي كدعي مالك انت هي لالا شاميه، عرفتي كاين شي كومونتيرات عرفتي تيقتلوا بالضحك. انت هي شوفي راه ندعيو لبعضياتنا، فهمتيني؟ ما عرفتيش ساعة الإجابة فوقاش، قد تصادفي انتي ساعة الإجابة، قد نصادف أنا ساعة الإجابة، فهمتيني؟ علاش لا؟ ودعوة 40 مؤمن وهي مستجابة، يعني فهمتي؟ يعني ندعيو لبعضياتنا، علاش؟ يعني لا ادعي أنني راني أنا هذا، ولكن لا ندعيو لبعضياتنا. كيف هاد الناس متضامنين معايا وتيدعيو ليا وقلبهم معايا، ندعي لهم، ندعي لهم بأي حاجة يتمناوها. واي حاجه هاد غير اللي كتب لي كومونتير ولا دار لايك ولا بارطاجا ولا هذا، هذاك راه هذيك صدقه جاريه، لانه ماشي تيعاون واحد الحاجه اللي هي ماشي صادقه ولا شي حاجه اللي فيها الشر، تيعاون واحد القضيه انسانيه حقيقيه، تيعاون واحد الام شاده في وليداتها راه باينه اللعمه. خليوني انا من انا وهو راه ربي غادي يقتص، ربي راه غادي يورينا العبره في الظالم. ولكن واحد المره شاده في وليداتها راه باين 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 المعنى، وكان شي انسان ما مزالش كنت لاحته ومشات عاش حياتها، فهمتي؟ اللي قايسه مسكينه حاضنه وليداتها ما فكرت في متع الدنيا ولا حياء في الدين، راكم عارفين. وهكا كتقول وليداتي انا عندي نمبر 1 يعني في المرتبه الاولى، وكل شيء عند الله سبحانه وتعالى، لقاوه تما عند الله سبحانه وتعالى في الجنه ان شاء الله باذن الله. ايوا والله يجمعني باحبائي الرحيمون في الجنه، نحشر مع هاد الرحيمون اللي في قلبهم الرحمه، ما تنعرفوهم ما تيعرفونا، تيرحموا وتيتعاملوا وتيتعاطفوا، جزاهم الله خير. وهذا هو ده هو هذه هي امه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يشفعوا فينا وجزاكم الله كل خير. اما انا راني ما تهمونيش، انا تبقى فيا الحال حيت كتقف بنادم وكيطلع لك الله يستر غدار ومخادع، هذه هي اللي تتبقى فيا انا كنطيق، هذه مشكلتي. والله ياخذ فيهم الحق، بقاي عاوتاني ديما جاريه. شوفي انا راني داك الكومنت هذاك كنمسحو غير باش زعما ما ديريش ديك الاشهار للمجموعه ديالك وهذا، فهمتيني؟ ما انا قلت تما تهضري، انا راني فوت امري فيكم الله سبحانه وتعالى من القلب الخالص. الملكي خايفه يا كيما دايره والو، يا كي نيتك صديقه ايوا صافي بديك النية تلقاي الله. تا انا كنقول لك لكي من الله ما تستحقين، درتي خير غتلقاي، درتي شر غتلقايه، والله ياخذ فيكم الحق.